تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ورازق الحياة. هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا. سنين عديدة يا سيد قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا. يا سيد تجاوز عن سيئاتنا. يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا. من أجل اسمك يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطينا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا رب ارحم. 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 المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. هلموا نسجد ونركع لملكنا وإلهنا. هلموا نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا. هلموا نسجد ونركع للمسيح هذا هو ملكنا وإلهنا. ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رافتكم حوم آثمي. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي. طهرني لأني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك. أنا ذا بالآثام بلا بيوب الخطايا ولدتني أمي لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستراتها. تنضحني بالزوفة فأطهر وتغسلني فأبيض أكثر من الثلج. تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظام الذليلة. أعرض بوجهك عن خطاياي وامحو كل مآثمي. قلبا نقيا اخلق في يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. نحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي أعضدني فأعلم الأثمى طرقك والكفر إليك يرجعون.
نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك، لأنك لو أردت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات. فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المتخشع والمتواضع لا يرذله الله. أصلح يا رب بمسرتك صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم. حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. اللهم أصغ إلى معونتي، يا رب أسرع إلى إغاثتي، ليخزى طالبو نفسي ويخجلوا، وليرتد الذين يريدون لي الشر إلى الوراء ويخزوا، وليرجع في الحين بالخزي القائلون لي نعما نعما، وليسروا بك جميع الذين يلتمسونك يا الله، وليقل في كل حين محبو خلاصك تعظم الله. أما أنا فمسكين وفقير، اللهم أعني، أنت معيني ومنقذي يا رب فلا تبطئ. يا رب استمع إلى صلاتي، وانصت بحقك إلى طلبتي، استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، لأنه لن يتزكى قدامك حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل إلى الأرض حياتي، وأجلسني في الظلمة مثل موت الدهر، واضجر علي روحي واضطرب في قلبي. تذكرت الأيام القديمة وهذت في كل أعمالك، وتأملت في صنع يديك، بسطت يدي إليك نفسي أمامك كأرض مجدبة. أسرع فاستجب لي يا رب فقد فنيت روحي، لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. اجعلني في الغداة مستمعا لرحمتك، فإني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها، لأني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب، لأني لجأت إليك. علمني أن أعمل رضاك، لأنك أنت هو إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة، من أجل اسمك يا رب تحييني. بعدلك تخرج من الضيق نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي، وتهلك كل الذين يحزنون نفسي، لأني أنا عبدك. المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة. نسبحك، نباركك، نسجد لك، نمجدك، نشكرك لأجل عظيم جلال مجدك. أيها الرب الملك، الإله السماوي، الآب الضابط الكل، أيها الرب الإبن الوحيد، يا يسوع المسيح، ويا أيها الروح القدس، أيها الرب الإله، يا حمل الله، يا ابن الآب، يا حامل خطية العالم، ارحمنا، يا رافع خطايا العالم، اقبل تضرعنا أيها الجالس عن يمين الآب وارحمنا، لأنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب يسوع المسيح، لمجد الله الآب، آمين. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد. يا رب ملجأ كنت لنا في جيل وجيل، أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي، لأني قد أخطأت إليك. يا رب إليك لجأت، فعلمني أن أعمل رضاك، لأنك أنت هو إلهي، لأن من قبلك عين الحياة، وبنورك نعاين النور. فابسط رحمتك على الذين يعرفونك. أهن يا رب أن نحفظ في هذه الليلة بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله آبائنا، سبح ممجد اسمك إلى الأبد، آمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب علمني وصياك، مبارك أنت يا سيد فهمني حقوقك، مبارك أنت يا قدوس أضئني بعدلك. يا رب رحمتك إلى الأبد، وعن أعمال يديك لا تغفل. لك ينبغي المديح، لك يليق التسبيح، لك يجب المجد، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أؤمن بإله واحداً، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس
ومن مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، وتألم وقبر، وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب، وصعد إلى السماء، وجلس عن يمين الآب، وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب، الذي هو مع الآب والابن مسجود له مجد، الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. بواجب الاستئهال حقا نغبط والدة الإله الدائمة الطوبة، البريئة من كل العيوب، أم إلهنا، يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السيرافيم، يا من هي بغير فساد ولدت كلمة الله، حقا إنك والدة الإله إياك نعظم. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερέξω με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος ταύτης τα θαύματα. Εφταχ φέμι φέμτελιου ρούχαν وأبدي قولا فائضا نحو الأم الملكة وأظهر معيدا للموسم بابتهاج وترنم بعجائبها مسرورا. إبراهيم Θεοτόκεσον σον ημάς Χριστού βιβλών εμψυχών εσφραγισμένης επνεύματι, ο Μέγας Αρχάγγελος Αγνή Θεόμενος, επεφώνηση χαιρε χαράς δοχείων, δις της προμήτωρος αραληθήσετε. أيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا، افرحي أيتها العذراء عروس الله، يا إصلاح آدم وتقويمه افرحي، يا من أماتت الجحيم، يا بارئة من كل عيب افرحي، يا بلاطا للملك الوحيد افرحي، يا عرش ناريا للضابط الكل. المجد للآب والابن والروح القدس. السلام عليك يا من وحدها أفرعت الوردة العديمة الذبول، افرحي يا من ولدت التفاحة الزكية العرف لمشام ملك الكل، افرحي يا من لم تعرف زواجا، السلام عليك يا خلاص العالم. الآن وكل أوان وإلى دار الدهر آمين، افرحي يا ذاخرة النقاوة، افرحي يا من بها نهضنا من سقطتنا، افرحي أيتها السيدة يا سوسان الذي ذا التنسم معطران المؤمنين وبخورا زكيا رائحا وطيبا جزيل الثمن. يا والدة الإله بما أنك الينبوع الحي المتدفق
نصفق بسخاء وطيدين نحن المنشدين تسابيحك الملتئمين محفلا روحيا وفي مجدك الإلهي أهلنا لأكاليل المجد والشرف. يا والدة الإله بما أنك الينبوع الحي المتدفق بسخاء وطيدنا نحن المنشدين تسابيحك الملتئمين محفلا روحيا وفي مجدك الإلهي أهلنا لأكاليل المجد والشرف. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا افرحي أيتها السيدة يا من أفرعت السنبلة الإلهية بوضوح كحقلة غير مفلوحة افرحي أيتها المائدة المتنفسة التي وسعت خبز الحياة افرحي يا ينبوع الماء الحي الذي لا يفرو. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. السلام عليك أيتها الفتاة التي ولدت للمؤمنين الفتى البريء من العيون. افرحي أيتها النازة التي حمل الله الرافع خطايا العالم بأسره. افرحي اغتفارا حارا. المجد للآب والابن والروح القدس. افرحي يا صبحا منيرا يا من وحده جلبت لنا المسيح الشمس. السلام عليك يا مسكين الضوء. افرحي يا مزيلة الظلام وماحقة قتام الشياطين المدلهمة بالكلية. الآن وكل أوان وإلى دار الدهير آمين. افرحي أيتها الباب وحدك الذي فيه اجتاز كلمة الله وحده. افرحي يا من سحقت بمولدها أبواب الجحيم وأمخله. افرحي يا دخول المخلصين الإلهي. السلام عليك أيتها السيدة ذات كل تسبيح. إن يسوع الفائق التألق الجالس بمجد على سدة له قد ورد على سحابة خفيفة وخلص بقبضة غير الفاسدة الصارخين نحوه. المجد لقدرتك أيها المسيح. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. إليك بأصوات النشائد بإيمان يا ذات كل تسبيح قائلين. السلام عليك يا جبلا سمينا مجبلا بالروح. افرحي أيتها المنارة والجرات الحاملات المن المحلي حواس الحسني العبادة. أيتها الفائق قدسها
والدة لإله خلصينا. السلام عليك أيتها السيدة الطاهرة يا اختفار العالم. افرحي أيتها السلام المصعدة الكل بالنعمة من الأرض إلى السماء. افرحي يا جسرا ناطلا بالحقيقة من الموت إلى الحياة. جميع الذين يسبحونك أيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا. السلام عليك أيتها السيدة التي ولدت واضيع الناموس الذي يمحو أثم الكل مجانا. افرحي يا عمقا لا يدرك وعلوا لا يوصف. افرحي يا من لم تعرف زواجا التي بها تألهنا الآن وكل أوان وإلى دار الدهر نمين. أيتها البتول إياك نسبح يا من ظفرت للعالم الإكليل الذي لم تطفره يد هاتفين نحوك. افرحي حصنا وسورا وثباتا وملجا شريفا للجميع. أيتها البتول التي لم تعرف زواجا إن البرايا بأسرها قد انذهلت من مجدك الإلهي لأنك حملت في حشاك إله الكل وولدت لابن غير المحدود في زمن ومنحت الخلاص لجميع الذين يسبحونك. أيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا. افرحي أيتها البريئة من كل عيب يا من ولدت طريق الحياة وخلصت العالم من طوفان الخطيئة. السلام عليك يا عروس الله. افرحي يا سماعا رهيبا وخطابا مخوفا. السلام عليك يا منزلا لسيد الخليقة. أيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا. السلام عليك أيتها الطاهرة يا قوة البشر وثباتهم والمكان المقدس للمجد وإماتة الجحيم والخضر الكلي الضياء. افرحي يا فرح الملائكة. السلام عليك
يا معونة الطالبين إليك بإيمان. أيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا. افرحي أيتها السيدة المركبة ذات الصورات النارية للكلمة، يا فردوسا حيا حاويا في وسطه الرب عود الحياة الذي حلاوته تحيي الساقطين في الفساد إذ تناولوا منه بإيمان. المجد للآب والابن والروح القدس، نحن الذين تأيدنا بقوتك نهتف إليك بإيمان قائلين: افرحي يا مدينة مليك الكل التي فيها قلت المدائح الواجب سماعها بوضوح. أيتها الجبل غير المنقطع السلام عليك يا عمق القرار له أصلا. الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين آمين. السلام عليك أيتها الطاهرة المسكن الرحب الذي للكلمة والصدفة التي أبرزت اللؤلؤة الإلهية. افرحي يا والدة الإله الأعجوبة الكلية التي صلحت مع الله كل الذين يغبطونها دائما. هلموا أيها المتأله العقول لنصفق بالآيات مقيمين هذا العيد الإلهي الكلي الإكرام الذي لوالدة الإله، ونمجد الإله الذي ولد منها. ألموا أيها المتأله العقول لنصفق بالآيات مقيمين هذا العيد الإلهي الكلي الإكرام الذي لوالدة الإله، ونمجد الإله الذي ولد منها. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. افرحي يا خضرا للكلمة بريئا من الدنس وعلة تأله الكل، يا كلية الطهارة وكرز الأنبياء السلام عليك يا جمال الرسل وزينتهم. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. لقد قطر منك الندى الذي أخمد لهيب كثرة الآلهة، لذلك نهتف إليك قائلين: افرحي أيتها البتول الجزة المندى التي سبق جدعون فعينها قديما. المجد للآب والابن والروح القدس. إننا نهتف نحوك بالسلام، فكوني لنا من أنوام الجنة
شاءً نحن الغارقين في بحر الأحزان وشكوك المحارب ومعاثره بأسرها الآن وكل أوان وإلى دار الدهر آمين. يا علة الفرح أنعمي على فكرنا لنصرخ إليك إفراحي أيتها العوسجة غير المحترقة والسحابة الكلية الضياء التي تظلل المؤمنين دائما Amen.
إيمانا لك العزة التي لا تحارى عطيقي الخالق لما ظهر أوضح لنا نحن صائرين منه خلقة جديدة، وذلك إذ أفرع من بطن عديم الزرع وحافظه خلوا من فساد كما كان، حتى إذا ما شاهدنا هذه المعجزة نسبح العذراء قائلين: افرحي يا زهرة عدم الفساد، افرحي يا إكليل الإمساك، افرحي يا من تشرقين رسم القيامة، افرحي يا من تظهرين سيرة الملائكة، افرحي يا شجرة لذيذة الثمر يغتذي منها المؤمنون، افرحي يا غرسة ذات أوراق حسنة الظل يستظل بها كثيرون، افرحي يا من حملت مرشد الضالين، افرحي يا من ولدت منقذ المأسورين، افرحي يا شفيعة عند الديان العادل، افرحي يا مسامحة الخطا الكثيرين، افرحي يا سربال الدالة للعرام، افرحي يا ودا لكل شوق غالبا، افرحي يا عروسا لا عروس لها. Ah.
قد رأينا ولادة غريبة فلنتغرب عن العالم وننقل عقولنا إلى السماوات لأن الإله العليم لأجل هذا ظهر على الأرض إنسانا متواضعا لإثاره أن يجذب إلى العلوم الصارخين له آللويا. المحصور كان بجملته مع السفليين ولم يغب البتة عن العلويين إذ قد صار ذلك تنازلا إلهيا لا انتقالا مكانيا وكانت الولادة من بتول مصطفاة من الله سامعة لهذا القول افرحي احتواء لإله لا يسعه مكان افرحي يا بابا للسر المكرم افرحي سماعا عند الكفار ملتبسا افرحي يا فخرا للمؤمنين لا يخامره التباس افرحي يا مركبة كلية القدس للذي على الشيروبيم افرحي يا منزلا كلي الجمال لمن هو على السرافيم افرحي يا جامعة الأضداد إلى حال واحد افرحي يا من قارنت بين البتولية والنفاس افرحي يا من بها انحلت المعصية افرحي يا من بها فتح الفردوس افرحي يا مفتاح ملكوت المسيح افرحي يا رجاء الخيرات الأبدية افرحي يا عروسا لا عروس لها الملائكية
قد انذهلت بأسرها من فعل تأنسك العظيم لمشاهدتها الذي لا يدنى منه بما أنه إله إنسانا مدنوا إليه من الكل معاشرا إيانا سامعا من الكل هكذا آللويا المفوهين قد صاروا في معناك كالسماك الذي لا صوت له لأنهم يتحيرون في أن يقولوا كيف استطعت أن تلدي وتلبثي عذراء وأما نحن فنتعجب من السر ونهتف بإيمان قائلين افرحي يا إناء لحكمة الله افرحي يا خزانة عنايته افرحي من جعلت الفلاسفة جهلا افرحي يا من أوضحت معلمي الكلام لا كلام لهم افرحي لأن الأشداء في المناظرات بك حصلوا حمقا افرحي لأن بك ذبل مخترعو الخرافات افرحي لأنك مزقت تشبكات الأثنائيين افرحي لأنك ملأت شباك الصيادين افرحي يا من اجتذبتنا من عمق الجهل افرحي يا من تنيرينا بالمعرفة كثيرين افرحي يا سفينة للذين يؤثرون الخلاص افرحي يا منى السباحين في الحياة افرحي يا عروسا لا عروس لها إنا مزين الكل
لما شاء أن يخلص العالم، قادم إليه مدعوا من ذاته، وحيث لم يزل إلها وراعيا ظهر لأجلنا إنسانا مثلنا، ودعا المثل بالمثل، وبما أنه إله يسمع هتافا آللويا. نفوس الذين يمجدونك بإيمان. أيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا. افرحي يا عروس الله يا من ولدت شبيه البشر، افرحي أيتها العصا السرية المفرعة الزهرة التي لا تذبل، افرحي أيتها السيدة التي بها نمتلئ فرحا ونريث الحياة. أيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا. أيتها السيدة
إن ألسنة الخطباء الفصيحة تقصر عجزاً عن التحدث في تسابيحك، لأنك سموت على السرافيم بمولدك المسيح الملك، فإليه ابتهلي أن ينقذ الآن من كل مضرة الساجدين لك بإيمان. المجد للآب والابن والروح القدس. أيتها النقية إن الأقطار تمدحك، مغبطة إياك وصارخة نحوك. افرحي أيتها الدرج الذي فيه رقمت الكلمة بإصبع الأب، فإليه ابتهلي يا والدة الإله أن يكتب عبيدك في مصحف الحياة. الآن وكل أوان وإلى دار الدهر آمين. يا والدة الإله النقية، إننا نبتهل إليك نحن عبيدك، ونحني ركبة قلبنا، فأميلي أذنك وخلصينا نحن الغارقين في بحر الأحزان، واحفظي مدينتك من جميع غوائل الأعداء. إن مولد والدات الإله قد حفظ الفتية الأطهار في الأتون سالمين، إذ كان حينئذ مرسوما، وأما الآن فقد حصل مفعولا، وهو ينهض المسكونة بأسرها إلى الترتيل هاتفا. سبحوا الرب يا جميع أعماله، وزيده رفعة مددته. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. أيتها النقية لقد قبلت في حشاك الكلمة، وحملت الضابط الكل، وغذيت باللبن المغذية بإشارته كل المسكونة الذي نرتل له هاتفين. سبحوا الرب يا جميع أعماله، وزيده رفعة مددته. أيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا. أيتها البتول القديسة البريئة من الفساد، إن موسى أدرك في العليق سر مولدك العظيم، والفتية سبقوا فرسموا ذلك بأجل بيان بانتصابهم في وسط النار وعدم احتراقهم، فلذلك نسبحك مددته. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. أيتها الفتاة مسكين النور، إننا نحن الذين تعرينا بالخديعة قديما، قد تسربلنا بمولدك حلة عدم الفساد، والجالسين في ظلام السقطات قد أبصرنا النور، لذلك نسبحك مدى الدهور. المجد للآب والابن والروح القدس. أيتها البتول، إن الأموات بك تحيا، لأنك ولدت الحياة ذات الأقنوم،
والعديم التكلم بدءا يصيرون حسني النطق، والبرص يطهرون، والأمراض تطرد مقصاتا، وزمرة الأرواح التي في الجو تغلب منهزما بك يا خلاص البشر. الآن وكل أوان وإلى دار الدهر آمين. افرحي أيتها النقية الكلية البركات التي ولدت الخلاص للعالم، يا من بيرتقينا من الأرض إلى العلا. افرحي يا سترا وثابتا وسورا وحصنا للمرتلين، سبحوا الرب يا جميع عملي وزيدوا رفعة مدى الدهون. كل العارضين فليبتهجوا بالروح حاملين المصابيح وطبيعة العاقلين غير الهي، فلتحتفل معا معيدة لموسم أم الإله الشريف وهاتفة. افرحي يا والدة الإله الدائمة البتولية والكلية الطوبى. هيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا. هيتها الفتى أنقذينا من التجارب والسبي البربري ومن كل ضربة أخرى واردة إلينا نحن البشر الخاطئين، لكي نصرخ إليك بالسلام نحن المؤمنين الذي بك صرنا مشاركي الفرح السرمدي. أيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا، لقد ظهرت لنا أيتها النقية استنارة وتكمينا، لذلك نهتف إليك قائلين افرحي يا كوكبا لا يغرب مدخلا إلى العالم، الشمس العظيمة السلام عليك يا من فتحت عدن المغلقة، افرحي يا عمودا ناريا مدخلا البشر إلى الحياة العلوية. هيتها الفائق قدسها والدة لله خلصينا، ننتصب بورع في بيت إلهنا ونتف قائلين السلام عليك يا سيدة العالم، السلام عليك يا مريم سيدتنا أجمعين. افرحي يا من هي وحدها جميلة في النساء وبريئة من العيب، السلام عليك يا إنام متقبلا في الطيب الذي لا يفرغ الذي انسكب عليك. المجد للآب والابن والروح القدس. السلام عليك أيتها الحمامة التي ولدت الرحيم، افرحي يا دائمة البتولية
يا فخر جميع الأبرار وإكليل المجاهدين، افرح يا جمال كل الصديقين الإلهي. السلام عليك يا خلاصنا نحن المؤمنين الآن وكل آوان وإلى دار الدهر آمين. أشفق اللهم على ميراثك وتغض لنا عن كل خطايانا، إذ عندك من يستعطفك إلى ذلك التي ولدتك على الأرض بغير زرع، لما شئت بعظيم رحمتك أن تتصور بالغريب أيها المسيح. كل الأرضيين فليبتهجوا بالروح حاملين المصابيح، وطبيعة العقلين غير الهيولين، فلتحتفل معا معيدة لموسم أم الإله الشريف وهاتفة. افرحي يا والدة الإله النقية الدائمة البتولية والكلية الطوبى. افرحي يا عروسا لا عروسا لها. أبنائي، في هاي اللحظات المباركة والصعبة اشتركنا مع بعضنا البعض في الصلاة في مديح أمنا الفائقة القداسة اللي نحنا عنا إياها شفيعة حارة. ومين منا ما بيلتجئ لأمنا الفائقة القداسة وبوجدها سريعة للمعونة والإجابة؟ في هاي الأيام الصعبة، ولكن نحن دائما ما منخاف من الصعاب، لأن نحن منؤمن إنه المسيح معنا وأمنا الفائقة القداسة معنا. هذا الشيء بعطي سلام في قلبنا مع كل القلاقل اللي هي حوالينا. عشان هيك أبنائي، اليوم وأنا أزور إيكونة العذراء، بعد ما حكينا الأبيات لإلها حكيت لها وأنا أزورها إنه أنا بزورك كل أبنائك المؤمنين اللي ما تمكنوا اليوم يكونوا في الكنائس لأنهم بحبوكي، وكانت دائما الكنائس تكون مليئة اليوم اللي الكل الشعب يجي حتى يكرمك يا أمنا الفائقة القداسة. حكيت لها وأنا أزورك خلي كل شعبك المؤمن اللي معنا بيصلي في هاي اللحظات واللي معنا قلبه وصلاته مرفوعة على ابنك وإلهك وإلهنا، إنه تشملي تحت كنف جناحيك وهو كمان يزور معنا إيكونتك الطاهرة ينبوع الأشفية والمراحم، وهيك أنت تحمي العالم بأسره ووطننا الحبيب وشرقنا اللي بمر بهاي الأزمة. أبنائي، رح تسمعوا كثير، ونصيحة إلكم بهاي الأيام
ما تضلكم قاعدين على شاشات التلفزيون وعلى الانترنت بالأخص، اللي تسمعوا أخبار من هون ومن غاد، وبالأخص على وسائل وسائل التواصل الاجتماعي اللي تبث كتير مرات قلائق ما إلها مصدر صحيح، ولكن علينا نأخذ المصدر من المصادر الموثوق منها. ومهما كانت هاي الأخبار والمصادر، وبكرة زي ما سمعت رح يكون عنا نحن في الأردن حظر للتجوال، وهذا كمان هو احتراز بتأخذه دولتنا لأجلكم أبنائي، حتى نحاول بالسرعة الممكنة إنه نتخطى هذا المرض. وعشان هيك وإنتوا موجودين في البيوت ارفعوا صلاة، وخلوا هاي الفترة إنكم اجلسوا مع نفسكم، خلي كل واحد فينا هاي الفترة يتصادق مع نفسه. نحن محتاجين إنه نكون بعيد عن ضجيج العالم اللي كثير أرهقنا في الفترات الماضية، وبفكر علينا إنه نستغل هذا الظرف، مش إنه حتى نخاف ونقلق ونضطرب من المجهول الآتي، ولكن علينا إنه نستثمر أفضل استثمار. وخلينا نبلش مع الصلاة ومع متابعتكم للصلوات اللي أنا بعرف كثيرين منكم بتابعونا. كمان شيء، خلي كل واحد يعود لنفسه ويعود لأسرته لبيته، لكتير مرات الظروف الاقتصادية والاجتماعية خلتنا بعاد عن بعضنا البعض، يعني خلت العيلة تكون بعيدة عن بعضها البعض. خلينا في هاي الفترة نقرب من بعضنا البعض، نلتقي مع بعضنا البعض، خلينا نخلع بعض عادات سيئة اللي كانت فينا لما كانت تجتمع العيلة وكل واحد ماسك موبايله وهو في عالمه. لا أبنائي، خلينا نفعل محبة للقريب، ونحاول إنه نلتقي مع أهل بيتنا، نبلش من غاد، نلتقي معهم، نتعلم كيف نحبهم أكثر، ونتعلم كيف نتقرب إلهم من خلال نظرة حقيقية لنفسنا. وبهاي النظرة لنفسنا ننظر لأعماقنا ونطلب من ربنا إنه يعطينا معرفة حقيقية لذاتنا، نعرف أنفسنا صح، حتى نتمكن إنه نعود إله لله من خلال توبة حقيقية. هاي الظروف بيسألوني كثيرين شو الوقاية اللي منا نخدها. الوقاية الروحية هي التوبة أبنائي، هاد درع رح يحيطك، هاي حماية إلهية رح تحيطك وإنت عائد لنفسك وتبحث في أعماقك حتى تكتشف نفسك بالحقيقة وتدرك سفوريتك. وهاي فرصة حسنة، شوفوا حضارتنا، نحن حضارة القرن 21 اللي كنا كتير نتباهى فيها، نحن رحنا على الفضاء ونحن أمام حضارة اللي عمالها بتقفز قفزات سريعة ومذهلة. شوفوا وباء شو عمل فينا، كل العالم انشل، الشوارع فارغة، وكل العالم ببيوتها خايفة. امتى رح يجي الوقت انه ندرك سفوريتنا، انه نحن ولا شيء؟ وقتها رح ندرك انه نحن محتاجين لله، ومحتاجين لمعرفة حقيقية لله من خلال توبة حقيقية اللي نحن لازم نبتغيها ونطلبها. أبنائي، في هاي اللحظات اللي فيها منمر في هاي الظروف،
بدي تعرفوا إنكم أنتم موجودين في الكنائس وبصلاتنا وأنتم معنا وأنتم بحضن المسيح وبحضن الكنيسة في كل أسرار حياة الكنيسة، لأنكم مش غايبين، أنتم معنا. هذا من جهة. ومن جهة تانية أبنائي، كثيرين اتصلوا في وشفت بصوتهم قديش القلق مسيطر عليهم والخوف، حتى البعض وصل لمراحل خطيرة باعتقادي ورأيي من الخوف، حتى تأثر على نفسيته وعلى نفسية العائلة والأولاد. لا أبنائي انتبهوا، نعم نحن هكلانين هم، ولكن مش لازم نخاف. وبطرد خوفنا من قلبنا إيماننا، إيماننا بالله، إيماننا بأمنا الفائقة القداسة والقديسين والقديسات اللي هم معنا، وهم بيحاولوا وبيعملوا من أجل خلاص العالم. نعم من خلال الضيق نحن منخلص، نعم نحن من خلال الأزمات منبني حضارتنا الجديدة، نعم منحنا بداخل الضيق منخلع إنساننا العتيق ومنلبس الجديد. فبالتالي ما نوقف عند المشهد اللي منشوفه حوالينا اللي ببدو وكأنه في سكون وموت، ولكن لا، نحن بإيماننا المسيحي اتعودنا إنه بعد السكون والموت تأتي القيامة، في حياة، وهاي الحياة اللي نحن مدعوين إنه نفعلها في يومنا في قلبنا في وجداننا وفي ضميرنا أبنائي. عشان هيك أمنا العذراء اليوم بتوصل كله وبتحكي لكم إنه أنا معكم، العذراء معنا، وعشان هيك لازم في قلبنا يكون في سلام المسيح. زي ما حكيت في كتير مرات ناخذ كل احتياطاتنا اللي بنسمعها من دولتنا ومن دولنا، وعلينا انه نسمع كلامهم في هاي الفترة، ما نزدري في الوضع، يعني انه ما نهمل الارشادات والتعاليم اللي بعطونا اياها المختصين، ولكن هذا الشيء مش لازم يأثر زي ما حكيت على إيماننا إنه نحن في حضن المسيح بأمان. ربنا أبنائي يمرر علينا على الوطن وعلى العالم بأسره، هاي الظروف بأسرع ما يمكن، وكل واحد فينا عماله بيهيئ لولادته الجديدة، لانتصاره الشخصي، لحياته المليئة بالفرح والسلام والسعادة بالمسيح الرب المخلص القائم من بين الأموات. وعشان هيك أبنائي هذا هو الفرح اللي بعطينا إياه المسيح فقط، ومن خلال هذا الفرح منتعلم إنه نشكره على كل شيء حوالينا، وإن كان في ضيق وشدة وأزمة. أبنائي والمسيح ذاهب للصليب، ونحن يوم الأحد هو أحد الصليب، وهو ذاهب للصليب كان الكل يبكي عليه لأنه كان يشوف معاناته، ولكن هو حكى ما تبكوا علي، ابكوا على أنفسكم. ونحن لازم نبكي على إنساننا الداخلي، إنساننا العتيق اللي لازم نموته وننتصر عليه حتى يمتلئ قلبنا بيوتنا مجتمعنا بنور
المسيح القائم من بين الأموات. أمنا العذراء تحميكم أبنائي. نعمة وبركة الصليب اللي يوم الأحد بعد بكرة رح نحتفل بالسجود إله بالأحد الثالث من الصوم هو يكون معكم. نعمة الصليب تظلل وطننا وأوطاننا مشرقنا والعالم بأسره. بركة الصليب تدخل لكل بيت من بيوت أبنائنا ولكل قلب من قلوبنا وتعطينا نعمة وسلام وبركة ودرع وقاية وحماية من الأعداء المنظورين وغير المنظورين ومن الأمراض النفسية والجسدية والروحية. ربنا يبارككم أبنائي. أمنا العذراء تحميكم وبركة المسيح تشملنا. أمين. بسنين عديدة يا سيد قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا. يا سيد تجاوز عن سيئاتنا يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهر يعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها الرب البارئ كل الخليقة إن المسكونة تقدم لك كباكورة الطبيعة الشهداء المتوشحين بالله فبطلباتهم وبشفاعات والدة الإله احفظ بالسلام التام كنيستك يا كثير الرحمة وحدك. يا رب ارحم 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 يا رب ارحم. يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له وممجد المسيح الإله الطويل الأنال كثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطأ الداعي الكل إلى الخلاص لموعد الخيرات المنتظرة. أنت يا رب تقبل منا في هذه الساعة طالباتنا وسهل حياتنا إلى عمل وصاياك. قدس أرواحنا طهر أجسادنا قوم أفكارنا نقي نياتنا نجنا من كل حزن وشر ووجع أحطنا بملائكتك القديسين حتى إذا كنا بمعسكرين محفوظين ومرشدين نصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك الذي لا يدنى منه فإنك مبارك إلى الأبد أمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السيرافيم يا من هي بغير فسادا ولدت كلمة الله حقا إنك والدة الإله إياك نعظم. باسم الرب بارك أيها السيد القديس. ليرأف الله بنا ويباركنا ويضئ بوجهه علينا ويرحمنا. أمين. كريليسون أيها الفات سوى والدة الإله خلصينا. أيتها السيدة الطاهرة النقية العذراء عروس الله العادمة العيب البريئة من الدناس يا من بمولدك المعجز اتحد كلمة الله بالبشر وطبيعة جنسنا المقصان وقرنتها مع السماويين يا رجاء من ليس لهم رجاء سواك وحدك يا معونة للمحاربين
ومصر مستعدة للمسارعين إليها. يا ملجأ كل المسيحيين، لا ترذليني أنا الخاطئ المتدنس بقبح الأفكار والأقوال والأفعال بجملة ذاتي، الصائر بالعزم الخامل عبدا للذات العمر، لكن بما أنك أم للإله المحب البشر تحنني بتعطف علي، أنا عبدك المفرط الخاطئ، واقبلي من شفتي الدنستين ما أقدمه إليك من الابتهال، وبالدالة الوالدية التي لك نحو ابنك ربنا وسيدنا، ابتهلي إليه لكي يفتح لي جوانح محبته للبشر وتحننه وخيريته، ويتجاوز عن هفوات التي لا تحصى، ويردني إلى التوبة ويجعلني لوصاياه حافظا وفاعلا مختبرا، واحضري عندي دائما أيتها الرحيم الشفوق الوادة الخير والصلاح. أما في هذا العمر الحاضر فبحرارة الشفاعة والمعونة امنعي عني طوارق المعاندين الرديئة وارشديني إلى الخلاص. وأما في وقت خروج نفسي الشقية فاحدقي بي واقص عني قتام منظر الشياطين الأشرار. وأما في يوم الدينونة الرهيب فنجيني من العقوبات المؤبدة، واجعليني وارثا لشرف ومجد ابنك وإلهنا المتعذر وصفه الذي أفوز به بواسطتك ونصرتك أيتها القديسة والدة الإله سيدتي. بنعمة ورفاة ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبته للبشر الذي ينبغي له كل مجد وإكرام وسجود مع أبيه الذي لا ابتداء له وروح الكل قدس الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين. وأعطنا أيها السيد إذ نحن منطلقون إلى النوم راحة نفس وجسد، واحفظنا من قتام رقاد الخطية المدلهم ومن كل التذاذ مظلم ليلي، سكن وثبات الآلام، أطفئ سهام الشريرة المحمد الثائر علينا بغش، بطل شغب أجسادنا وأنقذ كل معقولنا الأرضي لا يلاني، وامنحنا يا الله عقلا ساهرا وفكرا طائرا وقلبا مستيقظا ونوما خفيفا خاليا من كل تخيل شيطاني، وأنهضنا في وقت الصلاة ثابتين في وصاياك ومالكين على الدوام في ذواتنا ذكر أحكامك، وهب لنا أقوال تماجيدك طول الليل لنسبح ونبارك ونمجد اسمك الكلي الإكرام والعظيم البهاء، أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين آمين.
أيتها المجيدة المباركة والدة الإله الدائم البتولية مريم، قدمي صلاةً على ابنك وإلهنا متوسلةً إليه لكي يخلص بك نفوسنا. الأب رجائي والابن ملجئي والروح القدس ستري، أيها الثالوث القدوس والمجد لك. عليك وضعت كل رجائي يا والدة الإله، فاحفظيني تحت ستر وقايته. إن البرايا بأسرها تفرح بك يا ممتلئ نعمة محافل الملائكة وأجناس البشر، أيتها الهيكل المتقدس والفردوس الناطق، فخر البتولية مريم التي منها تجسد الإله وصار طفلا، وهو إلهنا قبل الدهور، لأنه صنع مستودعك عرشا وجعل بطنك أرحب من السماوات. لذلك يا ممتلئة النعمة تفرح بك كل البرايا وتمجدك. أيها الملاك القديس الملازم نفس الشقية والمصاحب حياة الدليلة، لا تهمني أنا الخاطئ، ولا تبتعد عني بسبب إسرافي، ولا تعطي فرصة للشيطان الشرير أن يسود باقتداره على جسدي هذا المائل، بل أمسك بيد الشقية المسترخية واهدني إلى طريق الخلاص. نعم يا ملاك الله القديس الحافظ والساتر نفس الشقية وجسدي، سامحني بكل ما أحزنتك به جميع أيام حياتي، ولئن كنت قد أخطأت في نهار اليوم فكن أنت ساترا لي في هذه الليلة، واحفظني من جميع حيل المعاند لكي لا أسخط الله بخطيئة من الخطايا، وتشفع من أجلي إلى الرب يثبتني في خوفه ويضحني لخيريته عبدا مستحقا. آمين. المجد لك يا إلهنا ورجاءنا المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. باسم الرب بارك أيها السيد القديس. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، أنت بشفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة البريئة من كل عيب، بقوة الصليب الكريم المحيي، وبنعمة القبر المقدس القابل للحياة، طلبات القوات الإلهية العديمة الأجساد، تضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الكلي مديحهم، والقديس المجيد الرسول الكلي مديحه يعقوب أخي الرب، أول رؤساء ساقفة أورشليم، وأبينا الجليل في القديسين نكتاريوس أسقف المدن الخمس الصانع العجائب شفيع هذا الدير المقدس، والقديسين المجدين الشهداء الحسني الظفر وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين الصديقين جدي المسيح للاي وكيم وحنة، وأبينا المتوشح بالله ثيوفيلاكتوس المعترف أسقف نيكوميديا الذي نقيم تذكاره الآن، وجميع قديسيك. اجعل طلباتنا مقبولة، هب لنا غفران زلاتنا، واسترنا بستر جناحيك، واطرد عنا كل الأعداء والمحاربين، وسلم حياتنا يا رب، وارحمنا وارحم عالمك وخلص نفوسنا بما أنك صالح محب للبشر. بارك أيها السيد القديس واغفر لي أيها الأخوة. يغفر لك أيها الأب القديس. لنصلي من أجل سلام العالم، من أجل المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين، من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس ورئيس كهنتنا خريستوفوروس وكل إخوتنا في المسيح، من أجل المتخلفين عنا من آبائنا وإخوتنا، من أجل الذين يبغضوننا والذين يحبوننا، من أجل الذين يخدموننا والذين يرحموننا، من أجل الذين أوصونا نحن غير المستحقين أن نصلي من أجلهم، من أجل عتق الأسرى ونجاتهم، من أجل المسافرين حسناً في البر والبحر والجو، من أجل المطروحين في الأمراض،
ونصلي أيضا من أجل خصب الأرض بالثمار، ومن أجل نفوس جميع المسيحيين الأرثوذكسيين، لنغبط الملوك الحسني العبادة ورؤساء الكهنة ذوي الرأي المستقيم والذين شيدوا هذا الهيكل المقدس، ووالدينا ومعلمينا وجميع المنتقلين من آبائنا وإخوتنا الأرثوذكسيين الثاوين على حسن العبادة هاهنا وفي كل مكان، فلنقل من أجلهم السيد المسيح إلهنا الضابط الكل، الطويل الآناء، الجزيل الرحمة، العظيم التعطف، المحب البشر، الفائق الصلاح والكلي الاقتدار، إننا لا نجثر نحن الأشقياء أن نرفع عيوننا إلى السماء ولا أن نفتح أفواهنا ونصلي أمامك، لأننا حين نضع نصب أعيننا أعمالنا الشريرة نغطي وجوهنا خجلا، معتبرين نفوسنا غير أهل لمساعدتك ومعاضدتك إيانا، ولهذا فإننا بكل انسحاق واتضاع وحياة نهتف إليك أيها الإله المحب البشر قائلين:
عادل أنت يا رب، وحكمك عادل في كل ما أتى إلينا، لا بل أنت لم تتعامل على حسب آثامنا ولم تجازينا على حسب خطايانا، لأن كل ضربة تأتي إلينا هي قليلة وصغيرة بالنسبة لخطايانا الكثيرة والعظيمة، إلا أن غنى تحننك ومحبتك ورأفتك أيها السيد الجزيل الرحمة يجعلنا نجسر أن نطلب إليك ما هو فوق استحقاقنا. لأجل هذا نطلب إلى لطفك أيها الإله الفائق الصلاح ورب الرحمة أن تحسم عنا سيف الموت الحاد الحائم فوقنا، ولا توبخنا بغضبك، ولا تسلمنا إلى الهلاك حتى النهاية من أجل اسمك القدوس. أرثي لدموع الأطفال ولبكاء كل الشباب ولكل شيخ قد شاب، واكفف عنا غضبك العادل، واحسم عنا هذه الضربة المبيدة، وأوقف هذا الوباء بشفاعة سيدتنا الفائقة البركة والدة الإله الدائمة البتولية مريم، وبقوة الصليب الكريم المحيي، وبنعمة القبر المقدس القابل الحياة، وبشفاعات جميع القديسين والقديسات الذين أرضوك منذ الدهر. وامنح يا رب المصابين الشفاء، وانهدهم سريعا من سرير الأوجاع والأمراض، واحفظ واحمي إخوتنا الأصحاء من كل مرض ومكروه. بارك يا رب كل الذين يعتنون بمحبة وتضحية بالمرضى حيثما وجدوا. احفظ يا رب بلادنا المقدسة ومليكنا، واحمي الجيش والأجهزة الأمنية والحكومة وكل الساهرين على حماية وأمن هذا البلد والعالم بأسره، معطيا إياهم القوة والحكمة والصحة والحماية من لدنك. هبنا يا الله سلامك، واملأ قلوبنا بالإيمان والرجاء، وارحمنا وارحم عالمك، فإن غير المستطاع عند الناس مستطاع لديك وحدك يا أبا الأنوار وإله النعم والعطايا، لأن كل موهبة كاملة هي من لدنك يا أبا الأنوار، فإنك أنت مبارك إلى أبد الآبدين. آمين. بصلوات أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. سنيكم عديدة ومباركة أبنائي، ربنا يحميكم.